السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اماركم هانيه. الدنيا اختي مشمشه والجو اختي غزال ما شاء الله. صافي اختي بدا كيسخن الحال، دونك غادي نبقاو نوجدوا الحويجات ديال الصيف ديالنا ان شاء الله. المهم انا غادي نبقى نوجد حويجاتي ديال الصيف، غادي نبقى نقاد الباليزات باش هكا اختي ملي يكون غدا فاكونس كنلقى كل شيء موجود. انا اختي ما كنخليش النهار الاخر ولا السيمانه الاخر وعاد نبقى نجي من هذا المكازا دور هنا، باقي راجلي ما تكسى ولادي، باقي من دابا شهر خمسة من دابا وانا كنبريباري. كل مره نشري حاجه، حتى بالنسبه للاثمنه ما كتجيكش قاصحه، كل مره ملي كتشري حاجه وتحطيها كتشري حاجه وتحطيها راكم ما كتجيكمش قاصحه، حسن ما تمشي للمكازا وتحطي كلشي. وانا اختي اللي بغات تقضى اقسم بالله العلي العظيم كنصحكم بحال اللي راه كنصح خوتي عليكم بشيئين. والمشكل دابا ديال شيئين باش تكونوا عارفين، في شهر 7 الا دوزتي لا كوموند ديالك وانت مثلا غدا جوج سيمانات، دوزتي في الاول شهر 7 وانت مثلا حتى نص شهر 7 غدا كونجي، راه هما كيصيفطولكش كيكون عليهم واحد الضغط كبير كبير كبير، دونك راه هما كيصيفطولكش لا كوموند كامله، كيصيفطولك 4 5 د البياسات والاخرين ما يوصلوك على 10 ايام 20 يوم، يعني حتى تكون انت مشيتي الفاكونس. انا كنصحكم اللي باغا تقضى الحويجات ديال الصيف ديال شيئين تقضاهم دابا، يعني شهرين قبل. راه كاينه الكوليكسيون جديده، راه كلشي كاين في شيئين. بالنسبه للحويجات الدراري الصغار، صنيدلات، سيكان، حوايج ديال الرجال، المهم راه كلشي كاين. انا نصيحه، حيت بزاف ديال الناس طاحوا في هذا الغلط عام الاول وكيبقاو يجيو عندي كيقول لي كوثر ودابا درنا لا كوموند وحنا هاد السيمانه غاديين فاكونس راه ما جاناش الكوموند كامل. كنقول لهم شوف البنات، راه كنقولها لكم، اللي باغا تسافر مثلا في شهر 7 ديري لا كوموند ديالك في شهر 5، يعني كل مره كتوصلك دابا دابا عليهم ضغط اقسم بالله. كان خدامه معاهم ودابا عندهم ضغط، يعني انا لا كوموند ديالي ولا الكولابوراسيون ديالي ما كتجينيش كامل، كتجيني هاد السيمانه شويه والسيمانه اللي موراها ولا 10 ايام عادي كيكملوا ليا من كثره الضغط اللي عندهم. اللهم اني قد بلغت. المهم الزينات ديالي هنا راه كيبان لكم واحد الكود ديال الغوشيرش ولا كود برومو، كاين هذا وكاين كود برومو كوثر 20، كاين هذا لو كود هذا وكاين كود كوثر 20. اجي اختي تشوفيني اشنو خديت للمزابي والوليدات. المهم كاين هنا كولابوراسيون، مي غادي نبارطاجيها معكم على جوج ديال الفيديوهات باش هكا ما كيجيكمش اختي الفيديو طويل. المهم اول حاجه، اول حاجه انا اللي عجبتني، شوف البنات هذه راه خديتها من اول من شيئين، ها هي باقا كنلبس فيها ما تحبس ما والو عليها. انا ما كنبارطاجي معاك شي حاجه الا وراه كتكون هي هذه. المهم اجي تشوفي لي اختي هاد الطاك هذا، صراحه اللي حمقني حمقني وصيفي. شوفي اختي على المبارك ديال المبارك كيوصل لكم هاد الحاجه ديالكم. شوفي لي اختي هاد الصويك هذا الغزال الغزال الغزال، ما عنديش صاك في البياض هكا، شوفي لي ما شاء الله ما شاء الله اختي. هذا يجي ماشي غير خارجه شي خريجه، هذا ماشي ديال كل نهار غدا للمكازا ولا، هذا ديال خريجه غدا تعشاي فاكونس ولا ديال شي عروسه اختي. الا كانت شي عروسه في المغرب كتشوفني، وعندك اختي اختك ولا اخوك هنا في اوروبا ولا بنت خالتك، قول لها اختي الصاك اللي وراتني لا مرت لمزاحبي جيبيه ليا. اللي دار الكود برومو راه كنقولها لكم ديما، في الكود برومو راهم كينقصوا لكم، درتي 29 اورو تقضي راهم كينقصوا لك 15%، درتي 69 كينقصوا لك 60% 20% 20% كويدار ما ساهلاش ما ساهل، خصوصا الا دوزتي مثلا لاكوموند ديال 150 ولا 120 اورو راهم كينقصوا لك فيها واحد 40 اورو. شكون خصها عطاها لك؟ واللي زوين في شي ان ديما كنقول لك كتلقاي لي زونسومبل، ما كتلقايش السروال بوحده والقميجه بوحده. انا راه اختي مجربين المكازات، وهنا المكازات كيقول لك السولد ما سولد، والله اختي على تضيعيش وقتك، راه ما بقاوش كيديروا السولد. السولد كيديروا في الحوايج اللي ما كيتباعوش ليهم، داك المخنشين داك المهردنين هما اللي كيديروا لكم فيهم السولد. هو يجي السولد ديال شهر 7 وتشوفي اختي بعويناتك. شوفي لي اختي السويك كي داير ما شاء الله ما شاء الله. شوفي قيل بينا كيتحل من هنا، اه كيتحل من هنا. شوفي عنده السميطه ديالو، شوفي لي السميطه ديالو، اما تلبسي هكا ولا تلبسي السميطه ديالو. المهم كتجي فيه الجيب الاول، فيه ثلاثه جيوب، الجيب الاول وهذا الجيب الثاني بالسنسله وهذا الجيب الثالث. صراحه واعر واعر هذا اختي، غادي ناخذ ليه. ما عنديش صنيدله في البيض، كانوا عندي دعم نول ولكن كلشي تلبس دابا اختي، خاصنا الجديد. غادي ناخذ ليه شي صنيدله في البيض تكون واعره، ولا شي صنيدله هكا كثار من هذا يجي اختي مع شي كسيوه كلاس الزينه ديال، اما تلبسي هكا ولا ديري ليها اختي السميطه. هانتي اختي شوفي لي السويك هانتي ما شاء الله ما شاء الله. الليانات كل ما تلقايهم في صندوق الوصف. نشوفوا اختي هنايا، هذه واحد الكسيوه، هاد لا كوموند كامله اكثريه خديت هنايا لوليدات، اكثريه لوليدات ولمزابي. شوفي لي اختي هاد الكسيوه المبرده، ما عنديش انا هاد اللون الموف مع الابيض، عندي الموف ولكن بواحد الشكل اخر.
شوفي لي اختي الكسيوه ما شاء الله، هانت ما شوفوا لي الفيديوهات ديالها كي كيجي. هادي يا البنات، هادي لا عرفتي كيفاش ناسقينها، تقدي لها الزوير ديالها والصنايدله وديري معاها هاد الصاك هذا حيت فيها البيض، شفتي تجي واعره. ما عنديش شي شال في البيض زوين، هادي من الاحسن يجيها شال في البيض زوين، مي غادي نقيسها لكم بشي شال واحد اخر. باغا ناخذ انا هاد لا ماتيغ هادي واعره اللي كنت خديت مع عند نجلاء حجاب، غادي ناخذ البيض ديالها هذا واعرين واعرين واعرين، فنين فنين هاد الشيلان هادو. شوفوا عليها كي كتجي، كتجي واسعه. انا ديما كنقول لكم كناخذ الاكس ال، انا كناخذ الاكس ال الزينه ديال، غادي نقيسها لكم مي مع شال واحد اخر حتى ناخذ ليها الشال ديالها. شوف اختي كسيوه مبرده عليها، كنقول لك اللي بغات تاخذ دابا غتنم الفرصه. هادو راه فيهم اللوينات، فيها هكاك في الاورانج، فيها في الخضر، انا عجبني هاد اللون هذا. المهم انت خدي اختي اللي بغيتي، والكود برومو راه صالح لك تلبسي ديريه مع يعني اي حوايج، ماشي بالضبط هادو اللي كناخذ، فهمتي؟ اي حاجه عجبتك كتدخلي كديري له كود برومو. هنايا شوفي لي هذه كتقيسها من جاي، شوفي لي اختي المايو دبان، كلشي خديناه دابا على بكري تبارك الله ان شاء الله. شوفي لي خديت لها هذه فنه، شوفي لي شوفي لي المايو اختي كي داير، ورخيص غير بزاف الاورو الزينات ديالو، والله الا رخيص. هذا مع الصايه ديالو، فهمتي؟ هلا كانت عندكم شي دويره اون فاس البحر ولا بعيده شويه على البحر، كتلبس البنيته هذا وديري لها الصايه كتكون هكا مستوره. ايوا اختي هانتي شوفي لي المايو كي داير غزال تبارك الله، ترجعوا كل حاجه. عرفتي انا الروينه اللي كتبقى ليا دابا من بعد ما كنوريكم هذا الشيء، عاد كنعاود نطوي هذا الشيء كامل اختي ونرجعوا لبلاصتها. هنا دابا غادي نوريكم الكوليكسيون ديال الرجال، ديال الرجال اختي. الا بغيتي تبرعي راجلك ولا باباك ولا خوك ولا المهم كادوات الا بغيتيهم، شوفي ليا القويمجات ديال شي ان كبير. هاد الثوب هذا اللي كيكون هكا نازل ما تخافيش منه، راه ما كيتحبب ما كيشرب ما حتى شي حاجه. المهم انا اللي عزلت ليه خديت ليه هاد اللوينات هادو مع هو اسمر، اللوينات اللي يجيو معاه بحال هذا، خاصو شورت في البيض هذا، هاد الشيبي هذا ولا الزرق، الا كانت قميجه في الزرق خاصها شورت في البيض. شوفي ليا ما شاء الله ما شاء الله فن. انا كناخذ لعبد الرحيم الال، الال كتلبس الخمسين، الال ديال الرجال راه كتلبس الخمسين. هذه الاولى، هنا غادي نوريكم هذه القميجه هذه ديال لولان، كتعرفوا لولان هو اصلا كيكون مكمش شويه، كيكبس شويه مكمش عكس هادو الشيوم، هادو الثوب ديالهم كي داير. شوفي ليا هذا واعره واعره واعره، قيسهم صراحه جاوه كلهم هما هادو. هذه مثلا يتلبس معها شورت في الزرق، فهمتي ديما كتعاكسي، هذه يتلبس معها شورت في الزرق ولا جين في الزرق. شوفي ليا قميجه صراحه واعره، والاسمنه جد مناسبه، بحال هادو كتلقاهم ب 13 اورو 14 اورو بلا كود برومو، لا درتي كود برومو غتطرح عليك غير ب 12 اورو، فهمتوا؟ شوفي اختي هنايا الكيكه اللي كانت كنصاوب تبانت ليا هنايا، هانت كيطيحوا عليكم ما ناقصين بزاف. وشوفي ليا عاوتاني هاد هاد هداك الشويه بارد، غادي نقول شوفي ليا هادي، شوفي ليا موخا الزينات ديالي، غير اللي ما بغاتش تبرع مع شي ايه، غير اللي ما بغاتش تبرع. شوفي ليا قميجه نصكم هادي، بحال دابا قلت لكم هاد الشيء هذا ديال الفاكونس ان شاء الله الا سهل علينا سيدي ربي الحبيب، شفتوهم ما شاء الله ما شاء الله فني فني، كلهم راهم الاكس ام، راهم الال، الال قلت لكم راها كتلبس شنو هاد الجو، كتلبس الخمسين. شوفوا لي هاد الشوط مثلا، بحال هاد الشوط هذا غادي يتماشى ليا مع هاد، شوفي لي وهادي راه كطلع الكميمات ديالي طلعوا حتى لهنا. شوفي لي هاد الشوط الزرق يتماشى اختي مع هادي، هادي شوفي لي، شوفي الشوط، شوفي التوب كي داير، شوفي لي اختي على التويب كي داير ما شاء الله فنين فنين. هادشي كامل راه ديال المزابي اختي، باش هو اختي كل واحد نوجد ليه ديالو ومن بعد اختي نبقى هانيه. والله خديت لي عاوتاني هاد اللون، هاد اللون هذا كيتلبس مع شورت في البيض، عرفتي هذا كان لابسه المانكا واعر 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 مع عبد الرحيم سمر، يجي مع هاد اللون هذا شورت في البيض ومكاسة، ها هو اللبسه ها هي واجده. هانتوما قميجة كي دايره فن فن، التلوين ديالها غزال. المهم اي حاجه راه كتلقاو الليانات كلهم في صندوق الوصف، بحال هادو القواعد غنكتب لك قميجه الزرقاء، قميجه الشيبيه، قميجه البيضاء،
كل ولا قميجة وغوص كل شيء غادي تلقايه في صندوق الوصف. وبالنسبة هذا خداه البحر، هذا خداه يعني ملي يكون هكاك غادي للبحر ولا في الصباح. المهم هذا زعما ما يتلبش مع قميجه مع حتى شي حاجه، هذا بحال نقولوا ديال كل نهار، استعمالات يوميه ولا ديال البحر. شوف خفيف واعر واعر واعر. صافي الزينات ديالي عرفت لنا واحد البيته هنا ديال يونس، ان شاء الله غادي نكمل لكم. راه باقي لي الحوايج ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نكمل الحويجات ديال الوليدات. دابا الحوايج ديال الرجال حيدنا، غادي نكمل لكم الحوايج ديال اسلام ولوجين ويانيس. شوفي لي هذه اليانيس، وليداتكم اللي عندهم عامين ولا 3 سنين راه كيجيوهم هاد اللبسات هادو، ورخاصين الزينات ديالهاش. قلت لك شي ان كتلقاي فيها لونسوم بحال هادي بالشريط ديالها، ما قالش اري فينا هو الشورت، فينا هو البودي، فينا هو هادي. ها انتما بالشريط ديالها لبسه كامله ميم با 8 د الاورو، هادي اونسومبل. الوليدات الصغار كيوسخوا، خديتي ليه ماركه غيوسخها، خديتيها ليا اختي رخيصه غادي يوسخها، اللي خديتي ليه اختي غادي يوسخو وغادي يكرفسو. اللهم ناخذ اختي على قدي، واتمينة جد مناسبة زائد ها هو لوكود كيبان لكم. ايوا اختي هادشي اللي كاين الزينات ديالي، ندوز دابا نلبس لكم الكسوة ونرجع معاكم. ايوا هادي الزينات ديالي على اللبسة، ما سديتش على الشال، الشال راه ماشي ديالها، غادي يكون عندها شال في البياض ان شاء الله. هذا غير الشال كان فوق راسي صورت لكم به، عندي واحد الشال ولكن يعني ناعس البيت ما بغيتش اختي ندخل نفيقو. المهم شوفي ليا اللبسة كيفاش كتجي، شوفي ليا الكسيوة ما شاء الله واعره واعره. هذه اختي مع سنيدلا في البيض سويك زويف. ايوا هذه اختي مكسيه ما شاء الله كتجي فن فن، هذه الاكس ال وهي كتجي طويله البنات. هانتوما مغطيه لكم كاع الرجلين، كتجي خطيره خطيره الزينات ديالي. هانتوما مع السويك ديري هذه الشال، راه ما جاش معاه حيت بزاف يقولوا لي هذا راه ماشي الشال ديالها. كنوضح لكم الحال، راه ما يجيش معها بتاتا. اللوينات اللي غادي يجي مع شال في البيض حتى هذا ما غاديش يجي، من الاحسن شال في البيض هو اللي غادي يسرعها. سويك في البيض، سنيدله في البيض. ايوا اختي هانتي مكسيه. ايوا المهم الزينات ديالي اليانات كلهم تلقاوهم في صندوق الوصف، وما تنساوناش الزينات ديالي بالكومونتيرات ديالكم باللايكات والبارطاج الا جات على خاطركم.